قطاع الشباب والرياضة يعني يحصي 332 معني بعملية الإدماج المهني. تم الأسبوع الماضي إدماج 64 متصرف إداري، واليوم نحصي إدماج 52 يعني من مختلف الرتب، على أن تنتهي إن شاء الله العملية في 15 يوم الأولى من شهر جانفي للانتهاء من العملية كامل إن شاء الله. وهذا يعني هذه التنصيبات إن شاء الله من شأنها يعني القضاء على كل النقص اللي كنا نعانيه منه فيما يخص المورد البشري على مستوى مختلف المؤسسات الشبانية والرياضية على مستوى الولاية.